بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معكم الدكتورة أمالي ملاحي، أستاذة مادة الدراسات التراثية والمخطوطات بقسم العقيدة والفكر الإسلامي والأديان بكلية العلوم الإسلامية المركزية جامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا، حاصلة على الدكتوراه من جامعة القرويين كلية أصول الدين بتطوان المغرب. بإذن الله سوف يكون مجال اشتغالنا مرتبط بالدراسات التراثية والمخطوطات، خاصة فيما يتعلق بمخطوط العقيدة وعلم الكلام والمناظرات الدينية، إذ أن هذه المادة تهدف إلى جعل الطالب ممتلكا لرصيد معرفي في مجالي التحقيق والفهرسة، وكذا ممتلكا لأدوات التعامل مع أنواع النصوص التراثية في مجال العقيدة وعلم الكلام والمناظرات الدينية. وبما أن المادة المدرسة تتميز بالطابع التطبيقي العملي، فقد تقرر تقسيم الحصص الدراسية 3 أقسام: دروس نظرية ودروس تطبيقية ثم حصص الأنشطة الموازية. إذ أن الدرس النظري هو محطة يتمكن فيها الطالب من الإحاطة بالأبعاد النظرية لموضوع الدرس، كما يعتبر محطة أولية للتأسيس الفعلي لحصص أو لأشغال حصص التطبيقات والأنشطة. أما الدرس التطبيقي فيتضمن مجموع الأعمال التي سوف يشتغل فيها الطالب على دعامات بيداغوجية من أجل ترسيخ مكتسبات الدرس النظري. أما فيما يتعلق بحصص الأنشطة فهي مجموع الأعمال أو الإنجازات التي سوف يقوم بها الطالب ضمن فريق عمل تفضي إلى إنتاج عمل محسوس يكون مرتبطا بالدرسين النظري والتطبيقي. هذا فيما يتعلق بسيرورة الدروس. أما فيما يتعلق بالمحاور الكبرى التي تم تصديرها خاصة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه فجاءت كالتالي: التراث العقدي، أهميته وواقعه، مدخل إلى علم الكتب المخطوطة أو الكوديكولوجيا، مدخل إلى علم الباليوغرافيا، نشأة علم تحقيق النصوص التراثية، ثقافة المحقق في دائرة العلوم العقدية، أصول تحقيق النصوص التراثية دراستها وفهرستها، تأصيل قواعد تحقيق النص العقدي عند المسلمين، خصوصيات تحقيق مخطوط العقيدة ومشكلاته، ثم أخيرا علم فهرسة الكتاب المخطوط. هذا، ونسأل الله التوفيق والسداد. وختاما لا يسعني إلا أن أرحب بكل الشغوفين بدراسة التراث العقدي المخطوط، والسلام عليكم.